يشترط في الرقية، يشترط لها شروط. الشرط الأول أن لا تتضمن شركا، فإن تضمنت شركا فهذا حرام، لا يجوز، كما لو كان يدعو الشياطين أو يدعو الأولياء أو ما أشبه ذلك. والثاني أن تكون معلومة المعنى، فإن كانت مجهولة كالطلاسم والبربرة ما تسمع القارئ إلا يبربر فقط فإنه لا يجوز حتى يعرف معناه. وهل نشترط أن تكون باللغة العربية أو لا؟ نقول له مو شرط، إذا لم تكن من القرآن فليس بشرط، لكن إن كان يقرأ على شخص عربي فلتكن بالعربية ليفهم ماذا يقرأه عليه به، وإلا فليس بلازم ولو بغير العربية. وبناء على ذلك لا يجوز أن نذهب إلى قارئ يقرأ ونحن يغلب على ظننا أنه يقرأ بما هو شرك، ولا يجوز، لأننا نعينه على شركه، ولأن هذا الشرك لا يفيد قطعا، وإن أفاد ظاهرا فالشيء حصل عنده لا به، من باب الامتحان والاختبار. نعم.